بيكم في حلقة جديدة من برنامج حظك اليوم، وهنبتدي مع برج الحمل. مهنيا في ضغط كبير عليك النهاردة في الشغل، حاول تكون هادي عشان تخلص كل اللي وراك في أسرع وقت. أما عاطفيا فالشخص اللي بتحبه هيهتم بيك جدا وهيجيب لك هدية أو هتسهروا سهرة لطيفة. برج الثور، مهنيا النهاردة هيكون يوم الحظ بالنسبالك، وممكن تجيلك فلوس كنت سلفتها لحد زمان. عاطفيا النهاردة هتفهم بشكل واضح اللي محتاجه واللي متوقعه من علاقتك بالشخص اللي بتحبه. برج الجوزاء، مهنيا النهارده هيكون قدامك انك تختار ما بين قرارين، يا اما تكمل في مستقبلك المهني اللي انت اخترته او تقضي عليه تماما. اما عاطفيا فما تتخلاش عن الشخص اللي بتحبه بسبب المشاكل البسيطه اللي بتعدي عليكوا الفتره دي. برج السرطان، مهنيا عندك رغبه انك تخلص كل الفلوس اللي معاك، بس خلي بالك لان الشهر طويل. اما عاطفيا فحاول انك تخرج مع صحابك عشان ما تفكرش في وضعك العاطفي الفتره دي. برج الاسد، مهنيا النهارده وضعك في الشغل هيكون احسن من اي وقت فات. عاطفيا بعد المشاكل الاخيره ما بينك وبين الشخص اللي بتحبه فانتوا الاثنين محتاجين لوقت عشان العلاقه ترجع زي ما كان. برج العذراء، مهنيا استمر في عملك باصرار عشان توصل لاهدافك اللي انت بقالك كتير بتشتغل عشانها. عاطفيا انت مخلص بس للشخص اللي بتحبه لما قلبك بيدق، حاول تعرف انت بتحب الشخص اللي معاك ده او لا. برج الميزان، مهنيا ما تخاطرش بفلوسك الفترة دي لانك ممكن تتعرض لخسائر كبيرة. اما عاطفيا فبمجرد ما تخلص من العلاقة اللي انت فيها هتلاقي في حاجات كتيرة مستنياك احسن. برج العقرب، مهنيا ما تتخلاش عن طموحك عشان ترضي اي حد تاني. عاطفيا حاول تتأكد من مشاعر الشخص اللي بتحبه وما تدلوش ثقة كبيرة. برج القوس، مهنيا رغم التعب الكبير في شغلك انت بتعشق الشغل اللي بتعمله. عاطفيا هتراجع نفسك في تعاملك بحساسيه مع زمايلك المحيطين بيك لان ده سبب لك مشاكل الفتره اللي فاتت. برج الجدي، مهنيا ممكن تستعين بزمايلك في الشغل عشان تعدي المرحله الصعبه اللي في شغلك الوقت ده. اما عاطفيا فانت بتعيش اجواء لطيفه مع الشخص اللي بتحبه وبتحاول تطمنه بكل الطرق. برج الدلو، مهنيا وضعك الفتره اللي جايه هيتحسن بشكل كبير، بس لازم تتصرف بحكمة الوقت ده. عاطفيا النهاردة هتدرك ان اهدافك مش هتتوافق مع اهداف الشخص اللي بتحبه الفترة دي، فلازم تقعد معاه عشان تلاقوا حل للمشاكل. برج الحوت، مهنيا محتاج تركز وتفكر كويس في تنفيذ اهدافك بشكل سريع عشان ما تخسرش تاني. عاطفيا حاول تتأكد انك في علاقة حقيقية غير العلاقات العابرة اللي مريت بيها.